عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. ببيع